السلام عليكم كل متابعي القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. موضوع حلقتنا اليوم عن ايه؟ موضوع حلقتنا اليوم عن سينما ريتس. السهم اللي امامكم كان مكان سينما ريتس زمان، موجوده في ميدان محطه الرمل شارع سعد زغلول او امتداد لشارع سعد زغلول. سندباد اللي امامكم سينما ريتس تم انشائها سنه 1940، وللاسف اصبحت فيما بعد سندباد، واصبحت فيما بعد زي ما انتم شايفين على هذا الحال. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في ميدان محطة الرمل، على شمال الصورة سينما فريال وسينما راديو، على يمين الصورة الحلبي مسرح التوربيكو، مسرح سينما ستراند، خلف كل ده طبعا فيومي بقى بلبن. مكان سينما ستراند كان فيه بجواره مطعم على كيفك اللي هو حاليا كنتاكي، خلف كل ده في سينما ومسرح الهمبرة. سينما ومسرح الهمبرة من اشهر واكبر واعرق سينمات اسكندرية، عمرها حوالي حاليا 120 سنة، اصبحت حاليا خرابة. على الشمال كده سينما فريال وسينما راديو. فريال ليها في الميدان جنينة فريال، وسينما فريال الله اعلم هل فريال المقصود بيها بنت الملك فاروق ولا والدة الملك فؤاد. والدة الملك فؤاد اسمها فريال، وبنت الملك فاروق الأميرة فريال. ولعدم الخلط ما بين الأسماء، اسكندرية كان فيها زمان سينما ريتس اللي مكانها أمامكم، وسينما ريكس. سينما ريكس موجودة بقاياها أو أنقاضها حاليا شارع سعيد الأول أو شارع الغرفة التجارية، بجوار السوق الفرنساوي، بجوار شارع البوسطة القديمة، بجوار شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه. هنا ريتس وفي المنشية ريكس من السينمات القديمة. لو سألتونا البحر فين، هقولك البحر خلفنا أو أقصى شمال الصورة. طبعا هنا كان في فشار جوجو، تمام. وطبعا ده محل محمد أحمد بتاع الفول والفلافل، الله أعلم هو يتبع محمد أحمد بتاع شارع شاكور. برضو كان في من كام شهر في شارع مسجد سيدي بشر فرع مكتوب عليه محمد أحمد واتقفل، الله أعلم هل يتبعه محمد أحمد الأصلي في شارع شاكور ولا لا. ايضا خلف ميدان المحطه في اتانيوس، وفي عماره ميرامار او بانسيون فؤاد، وفي السفاره الايطاليه. اتمنى ان نكون اسعدناكم، صحينا فيكم الذكريات. الشارع اللي خلف السندباد او سينما ريتس شارع كليه الطب، على شمال الصوره ايضا مستشفى الميري ومحطه القائد ابراهيم ومسجد القائد ابراهيم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.